يوجد العديد من البرامج كنوادي القراءة أو تعلم اللغة العربية الفصحى، لأن القراءة تزود المعرفة لدى الطفل وكذلك تكون لديه رصيد لغوي جيد. كذلك تعليم اللغات الأجنبية هذا شيء جد ممتاز، إذا تعلم الطفل لغة أجنبية بطلاقة وتكلم بها يعني شيء ممتاز عند الأطفال. كذلك الحساب الذهني الذي هو مسؤول على تفعيل وتنشيط فصي الدماغ الأيمن والأيسر معا، كذلك تنشيط الدماغ الأوسط.